أوكي طيب، هذا المقال بيشرح بشكل لطيف جدا موضوع الأوبجكت ديتكشن، بالإضافة لكل كل الشبكات المختصة في هذا الموضوع. الفكرة في الموضوع في الأوبجكت ديتكشن إنه إحنا بدنا نحط إطار على الأوبجكت اللي أنا موجود عندي. إحنا ممكن إنه نقسم المشكلة إنه الأوبجكت ريكوجنيشن هي عبارة عن أوبجكت لوكاليزيشن. اللوكاليزيشن إنه أنا أحدد مكانه في الصورة وين إنه أحط عليه مستطيل أو مربع. الآن بعد ما حددت إيش هو، برضو في عندي مرحلة تانية إنه هي عبارة عن image classification، فبالتالي الأوبجكت هذا اللي موجود داخل مستطيل معين بدنا نعمل له classification. بعد ما تعرفت إنه هو أوكي هذا المستطيل عبارة عن أوبجكت، لكن إيش هو الأوبجكت هذا؟ بدي أعمل له تصنيف، هل هو cat أو dog أو إلى ما ذلك. فهدول التنتين اللوكاليزيشن والكلاسيفيكيشن هذه احنا بنسميها اوبجكت ديتكشن، يعني هي عباره عن مرحلتين. المرحله الاولى انه انا بحدد الاوبجكت في مستطيل، والمرحله الثانيه انه الاوبجكت اللي في المستطيل هذا هو اللي بركز عليه، بركزش على الصوره ككل، هو اللي بعمل له كلاسيفيكيشن. الان ممكن انتقل لمرحله اضافيه اللي هي الاوبجكت سيجمنتيشن، انه بكون مطلوب مني انه انا احدد يعني الاوبجكت هذا، انه احدد البكسل تبعته كلها بهذا الشكل. اللوكاليزيشن انه بتكون على شكل مستطيل، الديتكشن إطار. على شكل مستطيل بالضبط، اما هذه انه بتكون انه محدد يعني بشكل اساسي، يعني نقاط يعني على الشكل نفسه. بالضبط. يعني زي على سبيل المثال في التنسور فلو في وصفة للسيجمنتيشن، إنه بورجيني إياها في الصورة، إنه على سبيل المثال إنه هذا عبارة عن كات، فهو بحددها إنه زي هيك. يعني في مثال تاني على ما أعتقد، بالضبط، إنه هذه إنه أنا بحدد إنه بالضبط مش على شكل مستطيل، أنا بحدد البيكسلز اللي بتحد أو بتعمل سيجمنتيشن لهذا الأوبجكت بالضبط. إيه، فهاي المسميات هذه انه بتكون حسب التاسك المطلوبه منك، انه انت تكوني عارفه ايش هل هي سيجمنتيشن ولا اوبجكت ديتكشن. طيب عشان يعني نحدد كيف بدنا يعني كيف بدنا نشتغل على هذه التاسك، التاسك هذه بتحتاج لانه داتا سيت بنسميها جراوند تروث. في الجراوند تروث هذه انه بتكون انا عندي الانبوت هو عباره عن صوره زائد والاوتبوت هو عباره عن المستطيلات اللي بتحدد الاوبجكتس اللي موجوده انا عندي بهذا الشكل. فممكن يكون انا عندي في الصور سنجل اوبجكت لوكاليزيشن، فبالتالي انا بركز على فقط اوبجكت واحد، او ممكن يكون في عندي مالتيبل اوبجكت localization، فبالتالي بيكون في عندي أكثر من object وبركز يعني إنه بدي أكشف كل الأوبجكتس اللي موجودة عندي في الصورة. أوكي، الآن إيش هي الشبكات اللي مختصة في هذا الموضوع، الديب نتورك المختصة في هذا الموضوع؟ في أنا عندي الـ RCNN، هذه عبارة عن عائلة لأنه فيها منها تفرعات كثيرة. الـ RCNN هي عبارة عن regions with CNN، تم اقتراحها من قبل روس وآخرين، ومن العائلة هذه تفرع الـ RCNN والـ Fast RCNN والـ Faster RCNN. هكذا حنشوف إيش الفروقات بيناتها. من إيش بتتكون الـ RCNN؟ من عدة modules. أول موديول ريجون بروبوزل، والموديول الثاني فيتشر اكستراكتور، والموديول الثالث كلاسيفاير. يعني زي كأنه ثلاث شبكات مع بعض. الشبكة الأولى إنه ريجون بروبوزل، يعني على سبيل المثال تيجي بتقول إنه والله في الصورة هذه مثلا بدي أقترح إنه الأوبجكت
بده يكون أنا عندي هاي وهيك، هاي بقترح هاي الريجون، أو ممكن إنه بناء على مثلا معايير معينة أنه ممكن تكون إنه شغلة أكبر زي هيك أو شغلة أصغر. فبالتالي الريجون هذه يفترض إنه هي النتورك اللي بتقترحها، وطبعا بتم تدريب النتورك. أول حاجة النتورك بتقترح يعني حسب الويت العشوائي بتقترح ريجون معينة، فبالتالي بتكون الريجون هذه خطأ. فبالتالي بتصير وظيفة التريننج إنه يحسن الريجن بروبوزل عشان إنه أوكي يعني يسنتر على الأوبجكت اللي أنا بدي إياه. تمام. الموديول الثاني اللي هو الفيتشر اكستراكتور، ما دام أنا حددت ريجن معين بدي أستخرج الفيتشرز منها باستخدام سي إن إن عادية. والمرحلة الثالثة إنه أنا بدي أصنفها باستخدام كلاسيفاير. ديتكشن. بالضبط. لا كلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن. بالضبط. إحنا نرجع هنا إنه كلاسيفيكيشن، إنه أنا بدي أعملها كلاسيفاي حسب يعني إنه الفيتشرز هاي. تمام. فبالتالي هاي الصورة هنا بروح بقترح لي ريجونز. طبعا هي في لها ليميت او في لها حد رينج معين لغايه 2000 بروبوزل ممكن يقترح. حتى انت ممكن انه تمر عليك في بعض الصور انه الريجنز اللي بيقترحها هي عباره عن مربعات صغيره صغيره كتير ومتداخله، فبالتالي هذه بتكون انه في البدايه، لكن مع التدريب يتحسن الوضع وفعلا بيقترح ريجن كتير مناسبه. بعديها بعد ما يختار ريجون محددة بده يطلع الفيتشرز تبعتها، وبعديها باستخدام سي ان ان عادية يعملها كلاسيفاي هل هي بيرسون ولا ايربلين ولا ايش بالضبط. هذه الار سي ان ان. الفاست ار سي ان ان هي عبارة عن اكستنشن للار سي ان ان. المشكلة انه التريننج عفوا التريننج انه بيكون على عدة مراحل زي ما احنا شفنا. اول مرحلة الريجن بروبوزل، المرحلة الثانية فيتشر اكستراكشن، المرحلة الثالثة كلاسيفيكيشن. فهذا انه التريننج اكسبنسيف من ناحية سبيس وتايم، يعني بياخد ريسورسز كتيرة. تمام. ثواني بس. اوكي تفضل. وبالتالي الاوبجكت ديتكشن سلو، فعشان هيك اجى الفاست ار سي ان ان. فالفاست ار سي ان ان انه الفكره تبعتها انه بيحاول انه هو يعمل سبيد اب للعملية هذه كلها. تمام. من خلال إنه يكون في عندي ريجون يكون مدرب من قبل. لا 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 مش مدرب من قبل، إنه ريجون أوف إنترست بروجكشن بالإضافة لكونف نت، هذه كلها مع بعض بتطلع الفيتشر ماب، وساعتها انه انا بدخلها على انه كلاسيفاير بهذا الشكل. فبالتالي يعني زي كانه دمج الشغلتين مع بعض، الريجن بروبوزل مع الفيتشر اكستراكشن مع بعض في مرحلتين، فانه بده يعمل سبيد اب لهذه الشغله. طبعا في امبلمنتيشن عديده وموجود على الجيت هاب. الفاستر ار سي ان ان فاستر، خلي بالك انه هذه فاست وهذه فاستر، الأخيرة فاستر أسرع. بالضبط. فبالتالي هو حاول إنه هو يسرع أكتر في العملية هذه. تمام. من خلال إنه أنا عندي هاي الانبوت، اقترح إنه يكون في عندي عدة طبقات للكونفولوشن وهذه الفيتشر ماب، وبعديها إجت الريجون بروبوزل. بتلاحظي انه كانت في الفاست، انه كان الريجن بروبوزل في الاول وبعديها الفيتشر ماب. لا هنا العكس، الفيتشرز وبعديها الريجن بروبوزل،
بالضبط. وبعدها ندخل هنا لمرحلة الكلاسيفاير، وبرضو موجود الريجن اوف انترست بولينج، هذه طبقة بتحسن الأداء بشكل كتير. هذه الزيادة عنهم صحيح؟ بالضبط، هذه أحسنهم لغاية الآن. فبالتالي إنه مكونة الفاستر مكونة من طبقتين اللي هو أو من two modules، الريجن بروبوزال نتورك، وبعديها فاست آر سي إن إن اللي هو البلوك هذا كله أخده بشكل كامل هناك. هذا فيما يتعلق ب يعني في implementation برضو كتير إله موجود على الجيت هاب، وفي pre-trained models. هو بالمناسبة في الأوبجكت ديتكشن يفضل أنه أنت تستخدمي pre-trained models قدر الإمكان، بتأدي الغرض خلاص كان بها، أو ممكن أنه أنت تعمليها تونيك. الآن العائلة الثانية اللي هي اليولو، واليولو اختصار you only look once. تم اقتراحها من جوزيف ريدمون، والفكرة يعني الفكرة تبعتها إنه أو مش الفكرة يعني خلينا إنه نقارنها أول بالـ RCNN. الـ RCNN عادة بتكون more accurate، ولكن اليولو فاميلي بشكل عام أسرع في الـ object detection، عشان هيك إنه مناسبة جدا في الـ real time. فعليا هذه الشغلة كتير موجودة إنه في الريال تايم، حتى في الفيديو بكون مستخدم اليولو أكتر لأنه هو أسرع من الـ RCNN. الفكرة تبعته أنه هو يعني بروح بقسم الإيمج لجريد، تمام، وبروح بعمل شغلتين اللي هو الباوندينج بوكسز بالإضافة لكونفيدنس، بروح بعمل بوكسز على الصور على يعني العديد من البوكسز، تمام، بالإضافة لكونفيدنس إنه قديش إنه هذا أوبجكت، بالإضافة لشغلة تانية اللي هو كلاس بروبابيليتي ماب. يعني بمعنى آخر بروح زي كأنه بيعمل كلاسترينج للبيكسلز اللي جنب بعض، أو احتمال إنه هي تكون لأوبجكت واحد، إنه بروح بضللها حسب الجريد هذه بهذا الشكل. يعني على سبيل المثال الدوغ هايو موجود هنا في هذه المنطقة، فبتلاحظي انه هدول المربعات في الجريد انه هي معملها كلاستر في كأوبجكت واحد بهذا الشكل، تمام. فبالتالي هدول الاثنين باخدهم عشان اطلع انه انا فاينل أوبجكت انه انا في عندي الدوغ والبايسيكل بهذا الشكل. طبعا اليولو في إلها فيرجنز عديدة، لكن الامبروفمنت مش كتير كان في، كان اليولو فيرجن 2 وفيرجن 3، وكتير ممكن انه انت تجديها على الجيت هاب، بمعنى انه انت ممكن تعملي فاستر RCNN جيت هاب، حتلاقي انه العديد من الموديلز موجودة هناك، حتى منها بري تريند ممكن انه انت تستخدميها، في منها تنسر فلو، في منها باي تورش. اوكي هذا بحكي الريبو انه هو ديبريكيتد، ف حاطط ريبو تاني. اوكي ديتكترون هذا ريبوزيتوري جديد، فهو اللي بيعمل object detection، وهذا segmentation كمان، يعني object detection مع segmentation كمان يستخدم. هاي الفاميلي اللي بيستخدمها ومقارنات بيناتها، فممكن انه تستخدمي هذا الموديل. هذا كمان من تابع للفيسبوك، فهذا الموديل كتير كتير، هذا الريبو كتير كتير ممتاز انه انت جربي. ممكن أنا بعد اللقاء أرسل لك الرابط. وهذا للباي تورش، فاستر باي تورش إمبليمنتيشن للفاستر RCNN. طبعا هنا مستخدم موديل عديدة،
والنتائج تبعتها. طبعا الدوكيومنتيشن واضح انه يعني في دوكيومنتيشن كويس في هذا الموضوع. الشغلة الثانية انه ممكن انه انت تدوري على اليولو، كمان تراكينج هنا لأنه بيشتغل في الريال تايم، شايف يعني ما دام انه هو فيديو، حركة السيارة سريعة، حركة الناس سريعة، حتى انه تراكينج برسم مسار لإلهم، هاي السيارة برسم لها مسار، فمناسب استخدامها لهذه الشغلة. طبعا الارتكل حكى لغاية اليولو 3، في اليولو 4 هي موجود، تمام. تمام، فهذه تمام. هذه الداتا سيتس اللي تم التدريب عليها، وهي البري تريند موديل موجوده في هذا الريبوزيتوري، فممتاز جدا انه تطلعي عليه، حتى انه هو اكتف اخر ابديت في 23 اكتوبر 2020. في العديد برضو من المستودعات الثانيه ممكن انه انت تستعرضيها، يعني هنا ماسك يولو كافي فيرجن 2 وفيرجن 3 موجودات، فممكن انه انت تختاري الاوبجكت او الموديل المناسب. كذلك بغض النظر عن سواء كان سي ان ان او عفوا سواء كان يولو او فاستر او ار سي ان ان، ممكن انه انت تدوري على موديل، على سبيسيفيك موديل او كاستم موديل، اوبجكت ديتكشن موديل. فممكن انه تكتبي على سبيل المثال يعني مثلا فروت اوبجكت ديتكشن جيت هاب، فحتلاقي انه موجود يعني هذا بكون مدرب على فروتس اكثر. بالضبط، يعني حتى انه هذا بتلاقيه انه محطوط ل، يعني ممكن انه هو ينحط لروبوت لجني الثمار، انه هو بعملها ديتكشن عشان يعملها بيك اب بهذا الشكل. فهذه بري تريند مودلز ممكن تستخدميها في اغراض معينه. ممكن غير الفروت، على سبيل المثال في فاير اوبجكت ديتكشن، انه يحدد هل في حريق ولا ما فيش حريق. طبعا كل التطبيقات تبعت الشغله هذه مستخدمه في السيرفيلانس، في الاشراف، كاميرات المراقبه، كاميرات المراقبه بتكون موجوده داخل المباني وداخل في الشوارع، فيفترض انه يكون في اشخاص بتفرجوا على هذه الكاميرات، واذا صارت في مشكله انه يتخذوا اجراء معين. لكن المراقبة الكاميرات طوال الوقت يعني شيء ممل، فممكن انه يتم اتمتتها من خلال هاي الشغلة. من ضمن المودلز اللي موجودة الفاير نت، فاير نت هذا موديل مشهور مدرب على داتا سيت من الحرائق. ففاير نت ريال تايم فاير ديتكشن ويت اي اي، فهو مسمي الشبكة تبعته فاير نت، وهو بري تريند موديل، تمام. و على سبيل المثال انه هذا في ميناء اعتقد او مستودع، منه هنا في حريق، فبالتالي هنا فاير 69، فهذا ريال تايم ديتكشن. بينما على سبيل المثال في المطبخ، ممكن انه هذا يفترض انه ما يتم تصنيفه كحريق، وهذا نفس الشغله، انه هذه شغله عاديه يعني بسووها الشيفس والطباخين، يعني انه لانه هذه تصنيفها هي 49 وهذه 50، لكن هذه واضح جدا انه الكونفيدنس انه 69، انه هذا عباره عن حريق، تمام. كذلك انه لما يكون في شموع وشغلات زي هيك 46% نسبه منخفضه. طبعا هذا الموديل يبدو انه هو مبني على اليولو فيرجن 3، ولكن الفكره انه الداتا سيت تبعته انه داتا سيت خاصه، فبقصد انه حسب التاسك او البروجكت اللي انت بتشتغلي عليه، ممكن انه انت تدوري على بري تريند موديل مناسب او داتا سيت مناسبه تدوري عليه، تعملي تريننج
على للنتورك، وأشهر النتورك زي ما ذكرت إنه في عنا عائلتين، عائلة اليولو وعائلة الأرسيان أو الأرسيان أن، ممكن تختاري المناسب منها. يعني هذا باختصار، يعني أدى يعني مجرد يعني بداية الطريق، ممكن يساعدك بشكل كبير في الشغل على الأوبجكت ديتكشن. في ضل إذا في عندك أي أسئلة أو استفسارات. لا، هو أنا حشوف الريبوزيتوري اللي على الجيت هاب وأشوف يعني فيهم الوصفات. تمام، والارتكل انا ارسلت لك اياه، فممكن انه انت برضه تمام. تراجعي براحتك. آه زي ما ذكرت لك يعني خليني بس اعمل ستوب للريكوردينج.